بغرب العاصمة جوهرة سياحية وعلاجية تستقطب الاهتمام. مركز معالجة بمياه البحر سيدي فرج يكتسح حلة جديدة ويفتح أبوابه بعد عملية تهيئة وعصرنة هي الأولى من نوعها دامت 3 سنوات. C'est un espace vraiment formidable. Il y a une autre Algérie ici que tout le monde ne connaît pas. C'est magnifique. La mépriété est normale. Il y a une autre drôle. المركز المعروف بخدماته العلاجية بمياه البحر تزامناً وفصل الصيف يقدم خدمات أخرى ضمن مساعي لجذب المصطافين وتشجيع السياحة الداخلية. كما تعرفي باللي المركز متواجد على هذا شاطئ البحر جميل جداً، كذلك عندنا بعض الشواطئ الصغيرة اللي راهم دارير فو. هذه الشواطئ هذوما سيسكن في الكريك، وكذلك المسابح اللي راكم تشوفوا فيها هي مسابح كذلك مجهزة بتقنيات عصرية فيما يخص لوتوماسيون سادير لو رومبليساج تاع لي بيسين اي لي فيدونج دي بيسين سي اوتوماتيك الو دمر. عندهم يخلصوا 2000 دينار بالنسبة للناس الكبار لي زادوت، و1000 دينار بالنسبة للاطفال اكثر من 14 سنة، وبالنسبة لي كوبل عندهم 3500، عندهم ريدكسيون دو 500 دينار. عملية التهيئة شملت تعزيز البنية التحتية للمركز ومست جميع الفضاءات الخارجية والداخلية. هنا نجد تجهيزات فندقية بمقاييس عالمية، غرف نوم تطل على البحر، قاعة علاج جهزت بعتد طبي حديث، أما المسابح الداخلية فهي مزودة بمياه البحر. طلسو عيادة طبية لتكفل بكافة المرضى، يعني كل المرضى نتكفلوا بهم، ابتداء من الناس اللي يعانيوا من الامراض الروماتيزم، الناس اللي كذلك يعانيوا من الامراض المزمنه، او الناس اللي يجيو باش يديروا تاهيل حركي. يعني المركز راهو مجهز بكل العتاد الطبي المتطور، وهذا بفضل كذلك الكفاءات الطبيه المتواجده على مستوى المركز سواء من أطباء أو من أعوان شبه طبيين. عملية العصرنة وكبها أيضاً بناء فندق جديد بالقرب من الشاطئ لتزداد قدرة استيعاب المركز لأزيد من 300 شخص، ما سيسمح باستقطاب ليس فقط المرضى ولكن حتى الراغبين في الاسترخاء فقط. مركز العلاج بمياه البحر سيدي فرج وجهة للعلاج للراحة والاستجمام، يفتح مع أبوابه مجال الترويح عن النفس واسعاً سعة البحر.